بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتعرف بإذن الله في درسنا هذا عن الفصل أو ما يعرف بسيباغاسيون، فلنتابع مع الدرس. والمقصود بها أنه كيف نضع كود بي اتش بي في أكثر من مكان في الصفحة، استعمال الكود بي اتش بي أكثر من مرة. مثلا نلاحظ هنا، نكتب على سبيل المثال كما نلاحظ هنا، انتهينا من بي اتش بي، يمكننا كتابة اكواد اتش ام ال. كما نلاحظ هنا الان نكتب كود بي اتش بي اخر. كما نلاحظ هنا، عفوا نظيف خطأ ذكر صوت. المقصود بالسيبريشن انه يمكننا وضع كود بي اتش بي اكثر من مرة في الصفحة. نلاحظ الكود التالي مفصول عن الكود التالي، كود بي اتش بي التالي لا علاقة له معه. لو نريد نكتب كود بي اتش بي مكان العنوان هنا يمكننا كتبه، يمكننا كتبه في اي مكان نريد، في الهيدر او اي مكان نريد نكتب الكود فيه، أي أن الكود تكون له علامة خاصة فيه. كما نلاحظ هنا يمكننا كذلك نطبع تسجيلي. نلاحظ كما نلاحظ هنا تم طباعتهم في نفس السطر، رغم أنهم مفصولين عن بعض، لأننا لم لأنه في البرمجة رغم أن نكتب مثلا رغم أننا في كتابة الكود البرمجي نكون قد بدأنا السطر الجديد، لكن لا يبدأ السطر الجديد، لأن يعتبر الكود التالي كله سطر واحد. كما لاحظنا الآن الدليل هو التالي لأنه وضع في سطر واحد. سنتعرف على هذه الأمور مستقبلا بإذن الله. كما يمكننا كما تعرفنا في الدرس السابق اختصار العبارة التالية على الشكل التالي، لكن يفضل أن تكتبها بي اتش بي لأنها في بعض المرات قد تحدث مشاكل. نضغط ريفريش تحديث، فنلاحظ أنه لم يطرأ أي تغيير، نلاحظ أنه لا زال. في بعض الأحيان كما أخبرتكم قد يحدث مشاكل إذا كنا سنشتغل على برنامج معين، نقوم ببرمجة برنامج أو مشروع معين، ربما تحدث مشاكل بعض المرات، وذلك بسبب الوسوم أو لذا يفضل أن تكتب العبارة كما هي، نتركها بـ php.eco على الشكل التالي. وإلى هنا نكون قد انتهينا من درسنا هذا، نلتقي مع باقي الدروس بإذن الله.